أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة إطلاق منصة الحج الإلكترونية تمهيداً لفتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم، حيث ستبدأ فترة التسجيل اعتباراً من تاريخ 23 من نوفمبر من هذا العام. قالت اللجنة العليا إن المنصة تتيح للراغبين الاطلاع على عروض الحملات ومزايا الباقات وأسعارها، بما يعزز التنافسية والشفافية، إلى جانب تسهيل عملية التسجيل والاستعلام عن حالة الطلب، بالإضافة إلى تمكين الحملات من متابعة كافة إجراءات المسجلين لديهم وإدارة بياناتهم وتحديثها. حول آلية التسجيل، بيّنت اللجنة العليا أن دخول الراغب بالحج إلى المنصة سيكون بالمفتاح الإلكتروني للمواطنين والمقيمين.